ده الخيط على المكنه المفروض بيكون كده متظبط ومترتب وتمام عشان ما يشربكش منك لما بتعمل. تمام. دلوقتي احنا حاطين جيج. تمام. الجيج هتيجي ترمي لما بتيجي بتلم الجيج بتاعك بتلمه الجيجنج توتشات 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 الخيط ما بيكونش مظبوط ما بيكونش مشدود. يعني هوري لك. شايفين الجيك بيعمل ايه؟ شوف الخيط طيب لما تيجي بعد ما تخلص صيدك وترمي او وانت بترمي بعد كام مره ممكن تلاقي الخيط اتشربك فتعمل ايه بعد ما تخلص جيج او بعد لما تلاقي خيطك بقى كده رميت الجيج سيبه ينزل ما ينزلش قوي يعني بس شويه وبعدين تلمه نفس لمه اللور كده انت كده بتعمل ايه بترتب الخيط تاني مره